بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي في الله في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس علم الفرائض. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ علاء عامر حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حول أخ محمد، حياك الله وبياك. نعم بإذن الله عز وجل سنبدأ اليوم في باب الحساب. نعم كان في تنبيه بس في بداية المجلس، إن شاء الله عز وجل يعني بداية من باب الحساب سينتهي استناد أو استدلال المؤلف بالنظم، نظم الرحبية، لأن يعني هناك وسائل حديثة في الحساب، ولهذا لم نعد في حاجة إلى حفظ يعني الحساب كما في النظم. ولهذا فإن شاء الله عز وجل يعني سنقرأ بإذن الله عز وجل من كتاب الدكتور مصطفى مسلم، ويعني سنتوقف عن شرح الرحبية التي كنا نشرحها من قبل في المجالس السابقة، والتي كان يستند إليها فضيلة الشيخ مصطفى مسلم في كتابه مباحث في علم المواريث. بإذن الله عز وجل شيخنا النهارده هنبدأ باب الحساب. نعم سأقرأ عليكم. تفضل. طيب، قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الحساب. تعريفه: يقصد بالحساب في علم الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الحساب هذا من الأبواب الإضافية في المواريث، يعني حينما سنواصل أخ محمد في القراءة فيه والدراسة وهذه المسائل، ستجد أنه لا جديد في المواريث، إنما الجديد في التعامل مع المواريث حسابيا. وكما ذكرت جزاك الله خيرا أن السلف كانت لهم طرقا خاصة في استعمال الحسابات. نعم. مع التقدم الزماني الآن والمكاني صارت طرق الحساب أيسر مما كان قديما، فاستعملنا الطرق الحديثة، وعلى خاصة أن هذه الطرق تدرس في المدارس العامة عموما، فمن السهل على أي طالب علم أن يدرك هذا أو هذه الطريقة الجديدة في التعامل مع المسائل الحسابية. مسائل الحساب أو باب الحساب ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما يقول الشيخ عندنا، قال إيه؟ تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. الله، يعني سنتعامل مع ثلاثة أمور: كيف نستخرج أصل المسألة، ثم إذا وقع في المسألة كسر كيف نصححه، ثم الثالثة كيف نقسم التركة. وتقسيم التركة هي تقسيم المال الذي فيه النزاع بين الورثة، وهذا هو غاية علم الفرائض المواريث. ما بدأنا من الأول حتى نصل إلا إلى هذا الباب اللي هو تقسيم التركة. فلان مات يقول هكذا، مات فلان وترك كذا وكذا، نقسم كيف، وهذا المعنى المقصود. ولكن إذا وصلنا أخ محمد إلى تقسيم التركات، سيبقى معنا ملحقات بعد التقسيم. هذه الملحقات أيضا غاية في الأهمية، وعلى الأخص مع تطور الأزمان والأماكن هذه الملحقات ظهرت بكثرة عن ذي قبل. سنراها إن شاء الله، نبدأ نستعين بالله ونبدأ إن شاء الله. تفضل أخ محمد. نعم، في الأول التأصيل. نعم، الفصل الأول. نعم، التأصيل. نعم، في اللغة مأخوذ من الأصل وهو ما يبنى عليه غيره. نعم، وفي الاصطلاح هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أو هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. نعم، شوف أخي الحبيب، هذا الكلام الآن بالنسبة لك معلوم، مر معنا مسائل كثيرة. أقول لك أنت أخ محمد الشيخ، أقول لك إيه أصل المسألة إيه؟ تقول لي عندنا فرض كذا وفرض كذا وكذا، هذا الفرض مقامه هكذا، نجمع المقامات سويا ونخرج إليه المضاعف المشترك البسيط. فقلنا السؤال الدائم: ما هو أصل المسألة؟ نقول المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. خلاص، هو بيقول بقى الشيخ هو الحافظ يقول إيه؟ يعني تعريف حسابي، يقول هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
هذا شرط في أصل المسألة. ولذلك لما يكون أصل المسألة أخي محمد أربعة مثلا، فواحد طالب علم يقول لك أصل المسألة ثمانية، نقول له أربعة، يقول لي لا يا شيخ، ما هي ثمانية وأربعة في الآخر هتدينا نسبة واحدة. النسبة واحدة، نقول نعم النسبة واحدة، ولكن هناك قاعدة في المواريث اسمها إيه؟ اختصار الحساب ربح. احنا بنختصر دائما الحساب. ليه؟ لان هذا الفن اللي هو فن الحساب نحن لسنا فيه من اهل التخصص، فبنختار فيه اقل الاشياء. فاذا تعقلت المساله معنى حسابي بنلجا لمين؟ لمحاسب او غيره من الناس اهل هذا التخصص. طيب سياب ده معنى الشيخ، والتعريف هذا مضى معنا، بس دعنا يعني نراجع موضوع اللي هو المضاعف. عندك في الهامش بيقول يا اخ محمد تحت بيقول ايه؟ المضاعف المشترك البسيط هو اصغر عدد ينقسم على اعداد بدون باق، فمثلا الاعداد 3 4 6 مضاعفها البسيط هو 12. نقف لحظه بص يا محمد، عشان الطلبه نراجع مع بعض كده، ولو حضرتك ما استوعبتش كلامي، الاستعانه بمدرس رياضيات من الاساتذه الافاضل اللي بيدرس في الابتدائي والاعدادي مساله بسيطه جدا. عندنا 3، عندنا 6، عندنا 12. ايه المضاعف المشترك البسيط لهذه الارقام؟ هو اللي عندك 3 6 مش كده برضه؟ 6 يعني اصغر رقم ممكن ينقسم على الارقام الثلاثه دي بلا كسر. هو الشيخ قال 12. 12. ان 12 على 12 فيها 1. يبقى ما فيش كسر. 12 على 6 بدون كسر. 12 على 3 4 بدون كسر. واحد هيقول لا نخليه كام؟ 24. كده مش بسيط. الله يفتح عليك. كده بقى المضاعف ايه؟ مش بسيط. احنا مش شرط المضاعف المشترك ايه؟ البسيط. 24 صحيح. خد بالك، صحيح في الارقام. والنسب في الاخير منتجه صحيحه، ولكنه ليس ايه؟ بسيطه. فالمساله حصل لها تضخم منك. واضح كده؟ طيب هو ده فكره بسيطه. اداك مثال ثاني عندك سريع كده ليه؟ والأعداد 3 و6 و8 و12 مضاعفها البسيط 24. 3 6 8 كام؟ 12. 12. ايه المضاعف لذول؟ ممكن تقول 12 مثلا. 12 على 12 صح. 12 على 6 صحيح 2. 12 على 3 صحيح، لكن 12 على 8 ما تجيش. هتديني 1 ويبقى 4 على 12. يبقى عندي كسر، يبقى دي مش 12. نعمل ايه؟ ناخد اكبر رقم ال 12 ده ونخليه 24. بنضاعف الرقم اللي يقبل القسم على بعض الاعداد. يبقى 24 على 12 2 صح. 24 على 8 3 صح. 24 على 6 4 على 3 8 يبقى كده هو ايه؟ 24. يبقى باختصار هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. تمام كده يا محمد؟ اتفضل يا سيدي. والأصول المتفق عليها عند علماء الفرائض هي 7. أيوة. 2 3 4 6 8 12 24. نكتب كده 2 3 صح كده؟ 4 ايه تاني؟ ها؟ 6 8 12 24 صح كده؟ نعم. يبقى العدد كام؟ 7. بعض المشايخ لهم طريقة في العد جميلة عشان ما تغلطش، يقول لك 2 3 4 يبقى ده على ايه؟ التتابع 2 3 4 6 8 12. واضح معانا كده؟ طب ما نقول احسن 2 3 4 6 تمشي معانا برضه. 2 3 4 بس 6 هتفرق 2. طب في بيعدوا عدد تاني يقولوا ايه؟ تالي يقولوا ايه؟ 2 4 8 على التضاعف. معاك يا محمد؟ ابص 2 4 8 كده ماشيين كله ايه؟ مضاعفات. 6 12 24 يبقى كله كده ايه؟ مضاعف. فاضل معايا رقم واحد اللي هو ايه؟ 3.
تحت اي بند لازم تحفظ السبعه دول. ليه بقى؟ الدرس ده يا اخي محمد وجماعه الطلبه قيد لما مضى. حضرتك بتحل مساله وطلعت لي مساله اصل المساله واحد خلاف السبعه دول، يبقى هقول لك بداهه حلك ايه؟ غلط، خطا من اول المساله كده، انت ركبت قطر غلط، رحت في سكه ثانيه، ارجع من تاني. لازم الاصل اللي يخرج معاك يكون واحد من مين؟ من السبعه دول. حفظتهم بالطريقه دي، بالطريقه دي هو لازم يكون واحد من هنا. دي ارقام السبعه. طب والمختلف فيه؟ قول عندك بقى ايه شيخ؟ وهناك اصلان مختلف فيهما. أيوة. وهما 18 و36، فبعضهم يرى أنهما أصلان أيضا، نعم، ويرى الآخرون أنهما مصحان لا أصلان، نعم، والراجح أنهما مصحان للأصل 16 في باب الجد والإخوة. أحسن، خلي بالك أن المختلف فيما دول اللي هم 18 و36 لم يمروا معنا. إحنا حاليا من أول كتاب إلى الآن مسائل كثيرة جدا لم يمر معنا أصل مسألة، لا 18 ولا 36، ما مرش معنا، ما مرش معنا. نعم. وده يؤكد غالبا انهما ايه؟ ما صحان وليس اصلين. اصلا من الاصل. نعم. ماشي يا اخوانا، طب هنبدا بنتكلم، اتفضل. كيفية استخراج اصل المسألة. ايوه. لمعرفة اصل المسألة ينظر الى الاشخاص الموجودين في المسألة. اولا، ان كانوا عصبات فقط فاصل المسألة من رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين، مثل مات عن بنت وابن. وبنت ابن؟ لا، بنت بنت وابن بس. نعم. عندك مات عن بنت وابن. نعم. لما تكون مساله كلها عصابات ما فيهاش اصحاب فروض. كيف اتي واصل المساله؟ قل من عدد رؤوس الفريق. عندي بنت وابن. الابن له كام؟ واحد. اثنان. الاثنين. والبنت لها ايه؟ واحد. يبقى اثنان وواحد ثلاث. ادي اصل المساله من كام؟ من ثلاثه. من ثلاثه، كلهم عصبه. نعم. البنت واحد وابن اثنان، خلاص. اما هاب ان خمس بنات وخمس ابناء، اقول اصل مسالتي من عدد رؤوسهم. البنات خمسه، الابناء اللي هم خمس ذكور بكام؟ 10. نعم. يبقى اصل المساله من كام؟ من 15. من 15. نعم. وعلى هذا اشتغل واقسم. نعم. وهكذا. اذا كانت المساله يا شباب كلها عصبات، يبقى اصل المساله من عدد الرؤوس. وطبعاً اتفضل. فهما عصبة وأصل المسألة من عدد رؤوسهم وهي ثلاثة. نعم. الثاني. نعم. إن كان في المسألة صاحب فرض واحد ومعه عصبة فأصل المسألة من مقام صاحب الفرض. نعم. مثل مات عن زوجة وابن فللزوجة الثمن وللابن الباقي عصوبة. نعم. وأصل المسألة من مقام فرض الزوجة 8. هذا أمر سهل جدا. لو جاءتني مسألة الشيخ نقول مات عن زوجة وابن، لا أنا هقول مات عن أم وإخوة. مات عن أم وإخوة بناء على ما تعلمناه. الأم هتاخد يا شباب؟ أنا قلت الثلث ولا السدس؟ أنا قلت إخوة، يبقى جمع من الإخوة، يبقى الأم تاخد إيه؟ السدس. طيب الاخوه دول قلت اخوه، يبقى الذكور واناث، يبقى ياخدوا الباقي تعصيب. يبقى اصل المساله من ايه؟ ستة. من مقام الفرد اللي معايا بس، مفيش غيره. كام؟ ستة. اصل المساله من ستة. الام سدس ستة واحد، والباقي الاخوه هي خمسة، وبعدين نقسم على الاخوة. وعلى هذا بقيس. تمام. ماتت عن زوج وابناء، الزوج له الربع والابناء الباقي، وهكذا. ما دام عندي فرد واحد يبقى اصل المساله من مقام صاحب هذا الفرد. تمام، اتفضل. الثالث. أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض واحد، سواء كان معهم عصبات أو لا لا. نعم. سواء كان معهم عصبات أو لا، فيكون أصل المسألة هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات أصحاب الفروض. نعم. مثاله ماتت عن زوج وأم وبنت وأخ شقيق. زوج؟ مالك عن زوج وإيه؟ وبنت؟ وأم. وأم وأخ شقيق. وأخ شقيق. نعم. خلي بالك بقى أخ محمد والإخوة المتابعين معانا، خلوا بالهم. الدرس ده كله احنا بنتمرن على تمرين على استخراج الأصول. وهيأتي معنا كيف هذه الأصول تعول أو لا تعول.
فالخطأ فرائضيا أصبح إيه؟ غير مقبول. غير مقبول، أفتح عليه. يعني الآن عندي زوج، زوج هتقول لي زوجي هتتم، أقول لا، ارجع هات الكتاب منين؟ من الأول. لأن أنت أنت ما حضرتش معانا، ما ذاكرتش، ما حلتش مسائل. طب الزوج ياخد النصف، أقول لا ارجع تاني. ليه؟ الزوج هنا في بنت، بدل الزوج ياخد إيه؟ الربع. الربع. أصبحت الأمور بالنسبة لنا مرت. البنت النصف العدد المعصب بعد المشارك. الأم السدس الوجود الفرع الوارث. الأخ الشقيق الباقي تعصيب. يبقى عندي مقامات المفروض 4 2 6. إيه المضاعف المشترك البسيط لهم؟ هاخد أكبر رقم اللي هو 6. أو 6 على 6 فيها الواحد، مفيش كسر. طب 6 على 2 3 فيها مفيش كسر. 6 على 4 لازم هيبقى في كسر. في كسر، يبقى أقول أضاعف ال 6، خليها 6 بالمصري كده، يبقى 12. 12 على 6 فيها 2. 12 على 2 فيها 6، صح. 12 على 4 3، مفيش، يبقى إيه؟ 12. واضح كده؟ كده ال 12 المضاعف المشترك البسيط لمقامات الفروض. ربع ال 12 3، نصف ال 12 6، ثلث 2 يبقى لاخي واحد. واضح معانا كده؟ تمام. طيب احنا بقى يا شيخ محمد، عشان اخوه ممكن تعين معانا، اخوه المتابعين، من الان بدانا نستغني عن جزئيه في حل المسائل. ايه؟ انت ذكرت، جزاك الله خيرا، هنستغني عن المتن بقى خلاص، اللي هو النظم هنستغني عنه، وهنستغني عن الزوج لا يقول لي كذا كذا كذا، خلاص بقى الكلام ده عندنا. لذلك بقول لك مش مسموح الخطأ فيه. كان بالنسبة لك كما يقال علم التراكمي، هذا بقى عندك متراكم أساس، اللي بتاخده أنت الآن بقى ده بتحطه عليه. هب الأساس بتاعك خربان، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله من أسس بنيانه على شفا جرف، ما هو ده في العلم برضه. أنت الأساس بتاعك مش مظبوط، كل ما تحط علم مش هيستقيم، يبقى لابد انك تؤسس ايه؟ صحيح. خلاص افهمنا عندي كم حاله يا اخ محمد؟ 3. اذا كانت المساله من عصبات فقط، فاصل المساله من عدد روسي. روسي. اذا كانت المساله من عصبات وصاحب فرض واحد، فاصل المساله من ايه؟ من مقام صاحب الفرض. مقام صاحب الفرض. اذا كانت المساله من اصحاب فروض وعصبات، فناخذ المضاعف المشترك. نقول مسألة من المضاعف أصلها المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. خلاص كده خلصنا جزء هو كيفية استخراج الأصول. وطبعا الطلبة يطبقوا هذا الكلام على المسائل اللي مرت معنا كلها، مرينا عليه كثير جدا جدا. تفضل. احنا عملنا يعني استخراج الأصول في كل الأبواب اللي فاتت. الله يفتح عليك. واحنا بنتمرن على كل مسألة على حدة أو على كل باب على حدة. لازم نقول تحصيل حاصل، بس لابد أنك تفهمه عشان تفهم ده قيد لا مخرج عنه. نعم. الفصل الثاني. نعم. العول. أيوة. تعريفه لغة: مصدر عال إذا زاد وغلب أو ارتفع. وفي اصطلاح الفرضيين هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وأول من قضى في العول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم كان الإجماع على ذلك. نعم. الأصول العائلة. الأصول السبعة لا تعول كلها. كلها؟ لا تعول كلها، وإنما التي تعول هي ثلاثة. نقف لحظة. نعم. لازم أخي طلبة أفهم، إحنا قلنا الأصول سبعة. نعم. أنت حفظتهم خلاص، 2 3 4 6 8 12 24. نعم. خلاص انتهينا. في درس اسمه العول، فبقول لك يعني إيه العول الأول؟ العول أنت حافظه، بس هناخده النهاردة بقى بتأصيل. إيه؟ كنا نسأل مسألة خدنا إيه؟ المسألة بقت إيه؟ 12. لو انت قلت لي على مسألة ايه، بس يا شيخ لو جمعنا اللي تحت اكثر من 12 هنا مسألة ايه؟ عالت السهام فقط اصل المسألة. فبنيجي على اصل المسألة وشاطبينه وكاتبين جنبه مجموع ايه؟ السهام. السهام الموجود. بص عندك ايه؟ ايه هو الاصطلاح؟ قال اصطلاح دي هو زيادة في السهام ونقص في الانصباء. تبقى البنت ما كاتبين قدامها النص هنا، هتاخد 6 من 12 من اصل المساله 12. لما المساله عالت الى 15 هنلاقي البنت تاخد 6 نصف و6 سهام، بس على كام؟ على 15. على 15. يبقى ايه اللي حصل؟ عالت المساله. عالت المساله هتاخد اقل، البنت هتاخد اقل. السهام زادت ولكن النصيب قل. يبقى زياده في السهام نقص في الأنصباء. وهناخد الأمثلة دي هتقرأها ونحلها مع بعض. طيب. هتبقى واضحة جدا جدا عشان دي ضوابط لا تنخرم. نعم. أصول كام بقى عندك؟ اللي بتعول
الأصول التي وإنما التي تعول هي ثلاثة. هو في النظم قال الكلام ده، بس هنستمع نص. قال من ثلاثة منها تعول، ثلاثة منها تعول، ستة، 12، 24. لاحظ بقى معلوم، هو خد ثلاث أصول بيتضاعف عشان تبقى انسى أربعة تانيين، ستة، 12، 24، هما دي اللي يعولوا. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدك جدا. هاب انك طلعت اصل مساله 8 وبعدين بتحل مساله فعالت معك، يبقى فيها ايه؟ غلطه، لان اصل 8 لا يعول. لا يعول. طيب نفس القايد في اصل 2، اصل 3، اصل 6، اصل 8، اربع اصول دول ان خرجت واحد منهم طلع معك صحيح، الاصل صحيح، وجيت تحل المساله فعالت، يبقى عندك غلطه. ان هذه الاصول لا تعول. ايه اللي يعول؟ 6، 12، 24. بس واضح معانا كده؟ اتفضل يا محمد. طيب الاصول السبعه لا تعول كلها، وانما التي تعول هي ثلاثه، ستة واثنى عشر واربع وعشرون. تمام. الاصل سته، هيبتدي يفصل في الاصول التي تعول. الأصل ستة ويعول أربع مرات، وهي سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. بس ده كلام جميل جدا، بص كده معايا احفظ. نعم. طالب علم احفظ، عندي أصل ستة يعول إلى سبعة أو يعول إلى ثمانية أو يعود إلى تسعة أو يعود إلى عشرة، يبقى كام عولة؟ أربعة. واضح معايا كده؟ طيب أصل 12 هيجي لك بقى، بس احنا نجزه، يعود كم عولة؟ يعود إلى 13، إلى 15، إلى 17، يبقى كم عولة؟ ثلاثة. أصل 24 يعود كم عولة؟ واحدة بس، 27. إيه فايدة الكلام ده؟ وهيديني مسائل دلوقتي. ايه الفائدة؟ هاب ان انا المسألة عندي طلعت اصلا 6 وعالت الى 11 الى 15، يبقى في غلطة. يبقى في غلطة، دي قيود بتخليني وانا بحل المسألة ما كملش، اروح متراجع، ليه في غلطة عندي؟ المسألة طلعت اصلا 12 عالت الى 19، ما تنفعش. انا هقول لك يا محمد وقف ارجع، انت عندك غلطة. ايه الغلطة؟ ابحث عن الخطأ. مسألة اصلا 24 عالت ل 25 ل 29، لا ارجع، في غلطة عندي. الغلطة فين؟ في حل المسألة الأساسي. يبقى دي بالنسبة لي إيه؟ قيود وضوابط لابد في ذهني كده يا شباب يكون إيه؟ أحفظها حفظ صم كما يقال، عن ظهر قلب. لأن أنا بحل المسألة دي شغالة خريطة معايا في دماغي. خريطة شغالة معايا، خريطة الطريق، مش كده اسمه خريطة؟ خريطة الطريق، خريطة الطريق ماشية معايا، خريطة الطريق ماشي بيها. الخريطة مظبوطة أنا ماشي صح. اي اختلاف الخطا فيا انا، من قبل ده ارجع من الاول ابدا ايه اصح. هيدينا مسائل بقى يا محمد، انا هطلب منك طلب في المسائل دي، هتملي عليا ونحل سوا بسرعه وتشاركني حل بسرعه عشان ايه؟ ناخد اكبر كم مسائل، والطلبه ارجو في البيوت اللي تو معانا حلوا معايا بسرعه علشان نحاول ننجز. اتفضل يا محمد. ماتت عن زوج، زوج واخت شقيقه، اخت شين وجده، جده. سريعا بقى بسرعه كده، الزوج له اخ محمد النص، ما فيش فرع وارد. طيب عندي اخت شقيقه تاخذي النص فتوفر شوط اربعه، الجده لها السدس، السدس علامه الام، يبقى سته، اثنين اثنين، يبقى المضاعف كام؟ سته، نصف ثلاثه، النصف ثلاثه، السدس واحد، واحد وثلاثه وثلاثه الاجمالي كام؟ سبعه، اشطب السته سبعه، يبقى دي اول عوله علت الى ايه؟ الى سبعه، الى سبعه كده صح، اول عوله صح كده، كده انا ماشي مظبوط. الثانيه يا محمد، ها؟ ماتت عن زوج، زوج وام، ام واخت شقيقه، اخت شين، تمام كده؟ تمام. طبعا المسائل اللي عندك في الكتاب دي مقصوده، يعني عشان ايه؟ ان يديك نتائج صح. زوج وام واخت شقيقه، الزوج له ايه؟ النصف، النصف، الام لا؟ الثلث، الثلث، لا ما فيش جمع من الاخوه، الاخت النصف، النصف. اثنين ثلاثة اثنين، يبقى المضاعف ايه؟ يبقى المضاعف ستة، ستة، ستة اهي، نصف الستة ثلاثة، ثلث اثنين، اثنان، النصف ثلاثة، ثلاثة واثنين وثلاثة اجمالي كام؟ ثمانية، يبقى اشطب الستة اكتب ايه؟ ثمانية.
عالت إلى 8. يبقى عندي مسألة أصل 6 مرة يعود إلى 7 ومرة يعود إلى 8. 8 تمام كده؟ تمام. طيب أنا بقول للطلبة طبعا الكلام ده بالنسبة لكم يفترض إنه مش جديد، هو عبارة عن إيه؟ تجميع للي فات. زي في كتاب الفقه كده اسمه إيه؟ اسمه المحصول. بعد ما خلاك ذاكرته وجمعت بقول لك إيه؟ خد بقى الكتاب ده، هو إيه؟ ده المحصول بتاعنا. محصول بس بنظبطه لك. التالت ها؟ ماتت عن زوج. زوج. وأختين لأب. أخت لأب اتنين. وأختين لأم. أخت لأم اتنين. طيب. برضه بسرعة كده يا شيخ محمد، الزوج هنديله إيه؟ النصف. الله يفتح، الزوج ياخد النصف طبعًا. طيب. الأختين لأب؟ الثلثين. ياخد الثلثين، تمام، لتوفر كم شرط؟ الشروط كام ده؟ خمسة كاملين. طب والأختين لأم؟ الثلث. كونهم جمعًا، مش كده برضه؟ نعم. والمسألة ليست غروية ولعدم الأصل إلى آخره. طيب تبقى المسألة ثلاثة وثلاثة واثنين، أصل المسألة من كام؟ ستة. النصف ثلاثة. الثلثان أربعة. الثلث اثنين. اثنان. اثنين وأربعة وثلاثة الإجمالي كام؟ تسعة. يبقى تسعة أهي. أشطب على الستة وأكتب التسعة. المسألة علت إلى كام؟ تسعة. تسعة، تمام. اللي بعده. ماتت عن زوج وأختين شقيقتين. زوج أخت شين اثنين. وأختين لأم. أخت لأم وجدة. جدة. هي المسألة دي هي اللي فوق بس بزود عليها إيه؟ هي اللي مرت بس زود عليها إيه؟ جدة. الزوج هياخد تلقى إيه؟ النصف. الأختان الثلثان. الأخوات لأم مش محمد الثلث. الجدة الثلث على الأم. يبقى ستة ثلاثة ثلاثة اثنين المضاعف كام؟ هي ستة. النصف ثلاثة، الثلثان أربعة، الثلث اثنان، السدس واحد. واحد. نجمع واحد اثنين أربعة ثلاثة يبقى كام؟ عشرة. يبقى عالت إلى عشرة. كده خلصت العولات بتاعت إيه؟ ستة. أصل الستة. الأصل الستة. يبقى عيد تاني. أصل ستة أحد الأصول العائلة الثلاثة اللي هي ستة، 12، 24. أحدها رقم إيه؟ ستة. ستة بيعود كم عولة؟ أربعة. أربع عولات. أربع عولات يعود إلى سبعة. يعود إلى ثمانية. يعود إلى تسعة. يعود إلى عشرة. كل ده نتيجته إيه؟ نتيجته لو إني جبت أصل ستة وعال معي خلاف الأربعة دول يبقى أنا عندي إيه؟ خطأ. عندي خطأ. أرجع في مسألتي. واضح معايا كده يا محمد؟ تمام. هيبدأ بعد كده بقى في إيه؟ طيب. اتفضل. ويعول ثانيا الى 5. لا عشر. لا ده عندي واحد يقول ايه الاصل اللي هو ايه. ويعول الاصل الثاني. طيب الاصل الثاني افتح عليه. الاصل 12. ايوه. ويعول ثلاث مرات. ايوه. الى 13 و15 و17. نعم. يعول اولا الى 13. مثاله مات. أيوة. مات عن زوجة وأم وأختين شقيقين. زوجة ده الأصل الثاني اللي بيعول. أي زوجة وإيه وأم. زوجة وأم وأختين شقيقتين. أخت شقيقتين اثنين. طيب أنا ما أقول عندي كده الزوجة بدين هتاخد إيه؟ الربع. مش فرع وارث صح كده؟ الربع والأم. الأم السدس اللي جاي من الإخوة والأخوات الشقيقات الثلثين. طيب. يبقى عندي ثلاثة ستة أربعة. يبقى اصل المساله من ايه؟ من ستة ما ينفعش. لا من 12. يبقى من 12. 12 اهي. الربع ثلاثة، السدس اثنين، الثلثان ثمانية. ثمانية اثنين ثلاثة 13. يبقى اشطب 12 اكتب ايه؟ 13 هنا. دي اول عولة. احنا قلنا اصل 12 بيقول كم عولة؟ ثلاثة. ثلاث عولات الى 13 وخمسة عشر. الى 15 الى 17. نعم. دي العودة الاولى. نعم. واضح كده؟ الثاني. طيب. ويعول ثانين الى 15. مثاله مات. أيه؟ عن زوجة. زوجة. واختين لاب. اخت. واختين لام. لاب اثنين. اخت لام ايضا اثنين. صح كده؟ اه. طب تمام. هقول عندي الزوجة هتاخد ايه؟ الربع لعدم الفرع الوارث. الربع. طب والاختان الشقيق الاب الثلثان.
طيب والأخوات لأم الثلث. ثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة يبقى أربعة لا ما ينفعش، ستة ما ينفعش، يبقى 12. يبقى أصل المسألة من إيه؟ 12. الربع ثلاثة، ثلاثة ثلثان ثمانية، الثلث أربعة، أربعة أربعة ثمانية ثلاثة يبقى 15. يعني المسألة عالت إلى 15. دي العولة الثانية، واضح معايا كده؟ خلي بالكم يا شباب، أنا بحل بتعامل معكم إن أنتوا إيه؟ حفظتوا خلاص بقى وماشيين معايا بسرعة وفاهمين، ولا حمد ولا كده سريع؟ لا لا مش سريع، لا احنا وضحناه في الأول لأن الكلام ده واضح بالنسبة لنا، احنا بنعيد. لا هاي اللي بقوله ده يعتبر كله إعادة، بس هو كان بيقول إعادة تنظيرية حتى أثبت لك قواعد معينة لا تختل، هي أن هذه الأصول هي التي تعول وكل منها يعول إلى كذا أو كذا فقط لا غير. فإذا خرجت المسألة عندك على خلاف ذلك فهناك خطأ سابق منك لابد أن تتداركه قبل أن تكمل المسألة. أبقي معنا كم عولة يا محمد لأصل 12؟ بقي عولة واحدة الأصل. العولة الأخيرة. أيوة. طيب مات عن زوجة، زوجة وشقيقتين، أخت شين اثنين، وأختين لأم وجدة، أخت لأم اثنين برضو وجدة. نعم. الزوجة دي يا شباب الربع، بلايين الربع مش فرق بارث، يبقى الربع. طيب الأخوات شيخوات الثلثان لتوفر الشروط، أبناء الأم الأخوات لأم الثلث توفر الشروط، الجد الثلث لعدم الأم، يبقى ستة ثلاثة ثلاثة أربعة. نخلي الأصل ستة، هيمشي على الثلاثة على الثلاثة، لكن مع الأربعة مش هينفع، يبقى خلي 12. يبقى دول أصل المسألة من 12. الربع ثلاثة، الثلثان ثمانية، الثلث أربعة، الثلث اثنين، أجمع اثنين وأربعة وثمانية وثلاثة عشر يبقى كام؟ 17. مسألة عالت إلى 17، أدي 10 4 19 على 17. يبقى نقول كده إيه؟ ال 12 الأصل 12 يعود إلى إيه يا محمد؟ يعود إلى 13، 13 15 17. لو عال معك في المسألة إلى غير هذه الثلاثة عندك إيه؟ خطأ. كما مر معنا قلنا إن الأصل ستة بيعود إلى إيه؟ سبعة، سبعة ثمانية، ثمانية تسعة، تسعة عشرة، عشرة. إيه الفائدة؟ لو عال الأصل ستة إلى غير هذه الأرقام عندك إيه؟ عندك خطأ. راجع المسألة منين؟ من أول. واضح معنا كده؟ نعم. لقيود بتريحني وتطمني أنا إن مسألتي اللي أنا بحلها ماشية معايا إيه؟ مظبوط، ماشية معايا صحيح. تمام، تفضل. طيب الأصل 24. تمام. فيعول مرة واحدة إلى 27، 27. نعم. مثاله. أيوة. مات عن زوجة. أيوة. وبنت، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم وأب. أم أب. الزوجة في فرع وارث تاخد ايه يا محمد؟ تاخد ايه؟ الثمن. الثمن. عندي بنت تاخد النصف لعدم وصل المشارك. بنت ابن السدس تكمل ايه؟ الثلثين. الام السدس فرع الوارث. الاب ياخذ ايه؟ طب التعصيب. الباقي تعصيبا. تعصيب. ممكن نقول ياخذ السدس والباقي تعصيبا؟ ممكن. طب شو عندك كتاب مديله كده؟ مديله ايه عندك؟ السدس والباقي تعصيبا. ليه بقى؟ خلي بالك، ليه السدس والباقي تعصيبا؟ لان انا بص المساله في شيء باقي بعد السدس، في شيء باقي، في شيء باقي، فانا بديله السدس الاب امان لي، ده اصله هو مش هيتنازل عن السدس. اما التعصيب ان بقي له شيء اخذه، ان لم يبقى فلا حرج، لكن لا يتنازل عن مين؟ عن السدس. عن السدس. فنقول عندي 6 6 6 2 8، يبقى اصل المساله من ايه؟ من 8. من 24. تمشي على 8 على 2، لكن 6 لا، يبقى 24. 24. الثمن 3، النصف 12، السدس 4، 4 4. نجمع السهام دي كلها هتطلع كام؟ 27. يبقى اشطب اصل مسألتك كام؟ 27. يبقى المسألة دي عالت إلى إيه؟ 27.
يبقى اقول الاصل 24 اهو 24 يعول عولة واحدة فقط الى ايه 27 بس. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت واخدة النصف 12 على 24. الان النتيجة النهائية البنت برضو واخدة النصف بس 12 على كام؟ 27. يبقى اللي حصل ده التعريف الصحيح، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة ولا ايه؟ الام واخدة السدس 4 على 24. الحقيقة ان المحصلة الأخيرة بقت ايه؟ 4 على 27. 27 يعني اخدت اقل. طب خلينا نجيب اقرب، الزوجة واخدة الثمن مش كده؟ 3 على 24. الان بعد العودة خدت 3 على 27، دول يساوي ايه؟ يساوي التسع. صح؟ يبقى ايه اللي حصل؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. هو ده مسائل العودة. أنا بعيد أخ حمد أؤكد عليك وأؤكد على كل الإخوة اللي بيتابعونا. درس العودة ده عبارة عن تجميع لما مضى، ما فيهوش جديد، بس تجميع وربط الدروس بقى ببعضها زي كده، بيربط في العربية كده بيربط إيه؟ بالصواميل وإحنا بنربط. خلاص علشان تداخل على النهائيات. فبتربط كله في بعضه علشان ما يحصلش غلط. هنيجي المسألة جاية معانا قلنا لك محمد اللي هي مسألة إيه؟ المناسخة. ده هيبقى عدة أجيال ورا بعض. فلو أنت غلطت في جيل واحد هتغلط في إيه؟ في الباقي كله. كل الأجيال، العيلة كلها هتخربها منك لله. فلابد إنك إيه؟ تبقى ضابط لإيه؟ لهذه القواعد حتى لا ينخرم منك الطريق. واضح معنى كده؟ تفضل يا محمد. نعم. طيب. الفصل الثالث. أيوه. أنواع المسائل من حيث العدل والنقص والعول. نعم. أولا، إذا ساوت في المسألة سهام أصحاب الفروض أصل المسألة. أيوة. سميت المسألة العادلة. مثاله مات عن أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم. نعم. بص اللي هو بيقول إيه الشيخ، بيقول حفظه الله، بيقول إيه أنواع المسائل من حيث العدل والنقص والعول. العدل هنا اللي هو إيه؟ مش في محكمة، في حكم وعدل وظلم، لا، العدل يعني المساواة. نعم. إن أطراف المسألة متساوية. النقص المسألة فيها نقص. العول المسألة فيها زيادة كما مر معنا. يقول لك أولا إذا ساوت في المسألة سهام أصحاب الفروض. ساوت أصل المسألة تبقى المسألة إيه؟ عادلة. خلي بالك إذا ساوت سهام أصحاب الفروض، مالناش علاقة بمين؟ بالتعصيب خالص. المسألة العادلة ما فيهاش مين؟ ما فيهاش أصحاب فروض. عشان كده جايب مثال، يعني أنا مش هحله عشان بس تستفيد الوقت. ليه؟ لأن الكلام ده كلام تنظير علمي، هو مجرد تعرف المسألة اسمها تقول اسمها كذا. لكن هل يترتب على هذه الأسماء شيء زيادة؟ لا، ما في شيء. السلف قديما إخواننا كان لهم أغلب المسائل كل مسألة عندهم لها اسم. في مسألة اسمها مسألة الفروخ، مسألة اسمها مسألة المنبرية، مسألة مش عارف ايه. كل واحد كان نجح في حل مسألة واشتهرت نسبت اليه او نسبت الى المكان الذي كان فيه او الى شيء المسألة، فانتشرت الاسماء. لكن هاي الاسماء دي يترتب عليها مزيد علم لطالب العلم؟ مفيش. هذا من ترفيهيات العلم الكبريات يعني. فاقول مسألة دي عادلة، يعني ايه؟ ساوت اصحاب سهام اصحاب الفروض ساوت اصلا المسألة. هو جايب عندك مثال بالأم أخت أخ لأم أخت لأم. لما حلها قدامي أنا هلاقي السهام تساوي مين؟ الأصل بالضبط. يبقى كده المسألة اسمها إيه؟ عادل. عادل، مفيش إشكال. طب تمام، اللي بعده. ثانيا النقص. إذا نقصت السهام أو نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت ناقصة. مثاله مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق. بعقلك ده بنت ابن أخ شقيق. البنت النصف، بنت الابن السدس، الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. يبقى أصحاب الفروض لم يستغرقوا المسألة. يبقى باقي المسألة إيه؟ شيء. يبقى المسألة إيه؟ ناقصة. لأن لما كان أصحاب الفروض سهامهم سوت الأصل كانت اسمها عادلة. الآن سهام قلت عن الأصل، بقت مسألة اسمها مسألة إيه؟ ناقص. وكل المسائل اللي فيها عصبات ناقصة. تمام. والله معنى كده باختصار. نعم. ثلاثة. طيب. ثالثا، إذا زادت السهام على أصل المسألة سميت المسألة عائلة أو زائدة،
وقد تقدمت الأمثلة على المسائل العائلة. كل اللي مضى معنا مسائل اليوم هو كلها مسائل ايه؟ عائلة. العوض كلها عائلة. في بس عندنا جزئين أخوان إيه؟ في باب حياتي اسمه باب الرد. نعم. باب الرد. يعني مات عن بنت، اسمعنا عشان كده، مات عن بنت فقط لا غير. بس. مات عن بنت أو ماتت عن بنت، أنا راجع حلم أسأله البنت لها إيه؟ النصف. لا لها أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا خلاص. يبقى البنت تاخذ النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. طب النصف الباقي يعمل فيه ايه؟ لما يقول البنت تاخذ المال كاملا فرضا وردا. فرضا وردا نرد لها النصف الباقي، وسياتي تفصيل هذا الرد في مستقل معنا ان شاء الله. ولكن لان سهام اصحاب الفروض لم تساوي أصل المسألة، يبقى مسائل ردك ليس مسائل إيه؟ ناقصة. كل مسائل رد مسائل إيه؟ ناقصة. ناقصة. زي كل مسائل التعصيب. التعصيب كل هذا مسائل إيه؟ ناقصة. ناقص. أما اللي سوت سهام أصحاب أصل المسألة اسمها مسألة إيه؟ عادلة. عادلة؟ أه نعم. اللي زادت فيها العول بس ما إيه؟ عائلة. خلاص. يبقى عندي عادلة وعائلة عادلة بينهما ايه؟ ناقص. ناقص. الناقص اللي بسبب مين؟ التعصيب. التعصيب او الرد. نعم. خلاص. خلاص الكلام ده يا محمد. تمام. احنا بنحاول ننجز عشان ايه؟ ترى في النهاية التحصيل حاصل. اتفضل يا شيخ. طيب. التصحيح. ان شاء الله نكمل الباب الثاني او الفصل الرابع التصحيح في المجلس القادم باذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ علاء عامر، شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الله يكرمك، الله يرحمك. إخوتي في الله، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.